في متابعتنا للتحديثات المختلفة التي ترد إلى موقع طقس العرب الإلكتروني حول الأحوال الجوية والتغييرات المرتقبة على الأجواء والتي ستكون معتبرة بمشيئة الله تعالى خلال طيلة شهر ديسمبر كانون أول الحالي. نبدأ طبعا بهذه التغييرات. في متابعة اليوم أمس أعلم تماما بأن هناك بعض الشائعات بدأت تنتشر حول تساقط الثلوج. أتحدث بعد قليل بالتفصيل عن هذه الاحتمالية خلال الأسبوع المقبل وسأكون واضح في هذا الموضوع. لكن قبل ذلك أود بأن أتحدث عن الأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين. هناك حالة جوية متوقعة أن تجلب الأمطار بمشيئة الله تعالى خاصة يوم الخميس لأجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة. ربما تكون هذه الحالة هي الأولى التي تكون أكثر انتظاما والأولى في هذا الموسم المطري ستجلب بمشيئة الله تعالى أمطار. طبعا نذكر بأن أداء الموسم المطري في أجزاء واسعة من المملكة أداء كان نوعا ما ضعيف خلال الأشهر الماضية وكان أكثر كميات أمطار هطولا في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. أيضا إضافة إلى ذلك ربما كان هناك بعض الأمطار المحلية القوية لكن في مناطق محدودة. في الانتقال إلى الأسبوع المقبل نعود مرة أخرى إلى ما تحدثنا عليه يوم أمس حول السيناريوهات المتوقعة للأحوال الجوية والأنماط الجوية وتغييراتها المتوقعة في القارة الأوروبية والمحيط الأطلسي وما يتأثر مباشرة على المملكة عبر تأثير أو عبر تغيير هذه الأنماط الجوية. كما تلاحظون على الخارطة هناك ما زال التوقعات تشير إلى هناك توارد مرتفع جوي إلى غرب القارة الأوروبية وهذا المرتفع من المتوقع أن يدفع بكتلة هوائية غالبا ستكون شديدة البرودة وقطبية نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط إضافة إلى تركيا وجنوب شرق القارة الأوروبية. هذه الكتلة الهوائية القطبية من المتوقع أن دائما ليست كل كتلة هوائية قطبية تجلب الثلوج، إنما هناك بعض الخصائص والعوامل المختلفة يجب أن تتوافر حتى يحدث هناك تساقط ثلوج في نهاية الأمر. فبالتالي المتوقع كما تلاحظون على الخارطة هناك نزول لهواء بارد إلى شرق البحر المتوسط. أهم عامل في العوامل المهمة لتساقط الثلوج هو عدم أو تواجد الرطوبة، ولكن في هذه الحالة هناك عدم تواجد للرطوبة الكافية لتساقط الثلوج. وبالتالي بشكل عام من المتوقع يومي الاثنين والثلاثاء والأربعاء أن تعيش المملكة أجواء باردة بشكل لافت، وأيضا أن تكون درجات الحرارة متدنية وحول الصفر حتى في ساعات النهار في بعض المناطق، إضافة إلى تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. وهذا طبعا هنا يأتي التحذير بالنسبة للإخوة المزارعين خاصة في مناطق الأغوار التي ربما أن يصلها الصقيع، وطبعا سنبقى معكم في التحديثات أول بأول، لكن من الآن يجب التنبيه بأن هناك فرصة جيدة لأن يصل الصقيع إلى مناطق الأغوار، وبالتالي جميع المناطق الزراعية في المملكة يجب أن تكون على حذر تام من احتمالية تشكل الصقيع. الأمر الآخر هو دعوة إلى وزير التربية والتعليم وتحديدا مناطق المملكة خاصة المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية والصحراوية بأن مع التوقيت الصيفي درجات الحرارة الصغرى وهي أقل درجات حرارة خلال اليوم تسجل في وقت متأخر وهو بالتزامن مع خروج الطلاب إلى المدارس. عند وجود هذه الكتلة الهوائية القطبية يتوقع أن تكون درجات الحرارة في ذلك الوقت دون الصفر المئوي بشكل لافت، وبالتالي الدعوة إلى التأخير الدوام ليس بسبب احتمالية حدوث الانزلاقات إنما بسبب طبعا برودة الطقس الشديدة والغير معتادة المتوقعة في المملكة خلال الأسبوع المقبل. نعود مرة أخرى إلى ما تحدثنا عنه يوم أمس وهو السيناريو الثاني، هو السيناريو الآن الأغلب والأكثر فرصة للتأثر في المملكة كما تلاحظون عبر الخارطة. وأيضا أود أن أشير بأننا نتوقع هنا في مركز طقس العرب الإقليمي التابع للموقع بأننا في الأيام المقبلة التي تلي هذا الاندفاع الهواء البارد أن يبقى أو تبقى القارة الأوروبية لا سيما المناطق الوسطى والغربية منها تحت تأثير مرتفع جوي. كما تلاحظون على الخارطة هناك مرتفع جوي كبير إلى الغرب من القارة الأوروبية، هذا يزيد من احتمالية تدفق المزيد من الهواء البارد نحو جنوب شرق القارة ومن ضمنها أيضا المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وأيضا على إثر ذلك من المتوقع أن تتشكل المزيد من الحالات والفعاليات الجوية على المنطقة وذلك بعد هذه الحالة الجوية. في الملخص قبل النهاية أتوقع الأسبوع القادم أن سيكون بارد بشكل عام، هذا هو النقطة الأولى. صقيع متوقع في أجزاء واسعة من المملكة، الثلوج فرصتها ضعيفة خلال الأسبوع المقبل على أقل تقدير حتى يوم الأربعاء المقبل. النقطة الأخيرة التي يجب أن ننتبه لها، حاول ما ننشر الشائعات حول تساقط الثلوج، بالعكس نتابع التحديثات أول بأول والتي ستكون عبر عدة قنوات لموقع طقس العرب الإلكتروني. تابعونا دائما، إلى اللقاء.